سأل عن شراء المحار، يقول أنا أتيت لأشتري محار، يقول ما حكم ذلك؟ يا عمر بارك الله فيك، بالنسبة لشراء المحار على نوعين، شراء المحار لذات المحار كونه والله صدف يعني صدفة أو يريد اللحم اللي فيها أو الأشياء اللي الخلايا التي فيها، وإن وجد فيها لؤلؤ مثلا ما في حرج، هذا جائز ولله الحمد والمنة، فهو قصد اللؤلؤ، قصد عفوا المحار ابتداء، فيها لؤلؤ ولا ما فيها ما همه، هذا يجوز ولله الحمد والمنة. ولذلك بعض الناس الآن يشتري المحار ويجعلها مثل التحف، يصنعون فيها بعض الأشياء، بعض الناس يقول لك لا فيها بعض الأشياء اللي في داخلها مفيدة، هذا قسم. القسم الثاني لا، هو يشتري المحار لغرض ماذا؟ اللؤلؤ الذي فيها، وهذا بيع باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر، نهى عن الغرر. ولذلك هذا المحار ما يدري يطلع فيه شيء ولا لا، يطلع فيه شيء ولا لا، بمعنى أنه قد يدفع فيها مبلغ كبير على أساس أن فيها اللؤلؤ، فلما يفتحها ما فيها شيء يرميها، إذن هذا بيع غرر، والغرر هو مجهول العاقبة، الغرر هو مجهول العاقبة. لكن إن كان والله سعر هذه المحارة زهيد جدا، زهيد جدا ما يساوي شيء، والإنسان قد يصرف يعني هذا المبلغ فيها يصرف على أشياء بسيطة، ها ما في بأس في مثل هذه الحالة، لأن هذه أحيانا الغرر فيها يسير وهو موجود في كثير من المغيبات، في كثير من المغيبات. فإذا كان والله تقول لي أشتري محارة الوحدة بدرهم، أحيانا يطلع فيها لولو وأحيانا ما يطلع فيها، ما في شيء ولله الحمد والمنة، هذا الذي يظهر جمعا بين القولين.